بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. الحقيقة موسم رمضان السنة دي كان متميز جدا، وجبة رمضانية درامية ما بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي، كانت شيقة جدا وجذبت عدد كبير جدا من الجمهور. من مسلسلات ال 15 حلقة وتحديدا النص الثاني من رمضان كان مسلسل بقينا اتنين، مسلسل يعتبر من أنجح المسلسلات اللي اتقدمت خلال موسم رمضان 2024. اختار صناعه واحد من الموضوعات المهمة جدا اللي بتمس حياة بيوت وأسر مصرية كتير، قضية الطلاق وتداعيات الطلاق لما اتنين يعني شركاء في العمر لمدة 25 سنة ينفصلوا، إيه اللي بيحصل؟ قالب اجتماعي لايت كوميدي متميز ومختلف في بقينا اتنين. الحقيقة يا محمد أن ردود الفعل عن المسلسل كانت متميزة جدا ومختلفة تماما. المسلسل قدر أن هو يجذب عدد كبير جدا من الجمهور خلال شهر رمضان. وعن أجواء بقى العمل وكواليسه ونتكلم مع المخرج الكبير طبعا طارق رفعت والإعلامي الفنان محمد نشأت اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. صباح الفل عليكم. صباح الخير. صباح النور ومنورين. أهلا بيكم. يعني خليني أتكلم معاك عن الأول طبعا كواليس المسلسل كانت عاملة ازاي. دايما بيقولوا المسلسل لما تبقى كواليسه حلوة بيطلع مسلسل حلو في الآخر، احكي لنا عن الكواليس. والله كواليس العمل ده مختلفة شويتين. هي ابتدت بجو لطيف جدا ومليان مودة وناس حابة العمل وعايزة تقدم فيه كل المجهود وكل التركيز. وفضلنا كده فترة زمنية كويسة يعني لغاية شهر نوفمبر، لغاية ما حصل الحادث بتاع وفاة أستاذ طارق عبد العزيز وإحنا بنشتغل. الله يرحمه ورحمة الله عليه. الله يرحمه ويحسن إليه. فطبعا ده بسبب الألفة والمودة اللي كانت موجودة ده أثر بالتبعية على كل الناس اللي كانوا موجودين، اضطرينا نقف شوية ونحاول. احنا معانا طبعا صورته وربنا يرحمه يا رب. هو توفى في اللوكيشن وهو بيشتغل. يعني دي هو بيقدم اخر لحظه في عمره بيشتغل. هو توفى ما بين تيك وتيك، يعني هو صور تيك في المشهد اللي توفى فيه، وبعدين كان عندي حاجه كده كنت عايزه يزودها فبنتكلم فيها، واحنا بنتكلم كان صحيح تماما. وبعدين أظن الحكاية كلها خلصت في حوالي دقيقة واحدة. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله. فطبعا ده وقفنا شويتين، بس بطبيعة الحال عندنا التزام وعندنا عمل محتاجين لازم طبعا نعمله. استقرينا على أنه مش هنلغي دور طارق، لكن هنعمل شخصية مساعدة ليه بحيث تقدر تستلم منه الدراما. وكملنا، و يعني كلنا ساعدنا بعض ان احنا نحاول نخلص ده بافضل صوره ممكنه. ده كان فنان ادوارد اللي كمل. مظبوط. طب نروح لمحمد نشأت بقى. محمد نشأت يعني فنان متعدد المواهب، يعني ما بين الراديو والمسرح والدراما طبعاً. وقبل ده كله هو صديق عزيز ومبدع جميل. محمد بنبارك لك طبعا على الدور ده. الله يبارك فيك. ويعني دور جديد، وانت دايما بتحاول في كل مره تتحدى نفسك كده في الدراما. كلمنا عن دورك في مسلسل بقينا اتنين، شخصية المذيع اللي هي مش غريبة عنك، يحيى ما بين قوسين كده الانتهازي شوية. أيوة. بشكل مختلف يعني. فكلمنا عن اختيارك للدور ده واشتغلته ازاي. هو انا يعني من حظي الحلو ان ده تالت عمل بشتغله مع الأستاذ طارق رفعت. اشتغلت معاه مسلسل سبع أرواح، دي كانت بداية الأعمال معاه، وبعدين مسلسل إيجار قديم ومسلسل بقينا اتنين، وده تاني عمل ليا مع كريم أبو ذكري في شركة كيميديا. لما الأستاذ طارق عرض الدور عليا أو اتكلمنا فيه، ميزته دايما معايا حتى في الأدوار اللي قبل كده إن احنا بنبني واحدة واحدة، بنتحرك خطوة خطوة، وهو خلاص بقينا فاهمين بعضنا. فأنا الشخصية هو مذيع من اللي أنا بتضايق منهم. يعني أصلا اللي أنا ما بحبهمش، اللي هو عايز يبيع نفسه عشان يبقى ترند. يعني هيطلع يعمل أي حاجة عشان يبقى ترند بأي شكل من الأشكال. فحبيت الدور ده عشان كده، عشان انا نفسي ابين الحاجات دي. ابين الناس اللي هي بتجري. سلبيات الشخصيه دي طبعا. يعني سلبيات الشخصيه دي بقت كتيره جدا وبقت واضحه قوي. وبقى كل حد عايز يجري عليها، في حين هم ممكن يجروا ورا الترند غلط تماما، يعني حاجه مش موجوده خالص فيجري عليها لمجرد انه يعمل ترند. فاتفقت مع استاذ طارق ان احنا هنعمله بشكل لايت شويه.
يبقى دمه خفيف. اتفقنا على الاكسسوار، على اللبس، على النضاره، على الستايل كله. ده النضاره كانت مفاجاه. النضاره كانت مفاجاه يعني، فاجئته بيها في اللوكيشن فعجبته قوي. وبعدين حتى كنا بنتكلم من مش عاملين حسابها يعني. لا ما كنتش شفت نشأت بالنضاره دي قبل كده. انا لابسها لكم مخصوص النهارده. وبعدين قلت له انا مش عارف اخد منها موقف، هي لا كبيره ولا صغيره يعني. يعني قلت له حلوه، قال لي هي لا يعني مش نضاره اقدر ارفضها عشان هي اوفر كوميدي مثلا، ولا نضاره عاديه زي الناس بتلبسها، فانا مش فاهمها بس موافق عليها. يعني استاذ طارق، خليني ارجع لك مره تانية واسالك، انه الموضوع الطلاق ده موضوع حساس قوي دايما يعني، لما بنيجي نتكلم عنه بنحاول ان احنا يعني مهم ما نظهرش مشاهد قاسية، وده اللي انت عملته في المسلسل، قدرت تعمله بشكل ناجح جدا، بشكل فيه يعني شفنا دايما طول الوقت ما بين شريف منير ورانيا يوسف تحدي في معظم المشاهد، لكن في نفس الوقت ما فيش حاجه قادره ان انا اتضايق منها او ان انا ابقى حاسه باحساس وحش تجاه الموقف بطريقه كوميديه كمان. ازاي عملت ده؟ هقول لحضرتك، هو طبعا الـ الاساس في التاليف يعني اتفقنا واحنا بنشتغل على الورق ان ده يبقى الاتجاه بتاع العمل اللايت كوميدي بالشكل ده، بس هي الفكره انه الطلاق مش حاجه واحده. الطلاق في ناس بتتلخبط لما يكونوا متضايقين من بعض ياخدوا قرار الطلاق، وفي ناس لما بتستحيل العيشه بياخدوا قرار الطلاق. مش كل اسباب الطلاق واحده. الناس دول كانوا حلوه قوي الجمله اللي انت قلتها دلوقتي دي، انه في ناس بتتضايق من بعض بيختلط عليها الامر، بيختلط عليهم الامر يعني بيستحيل العيشه. حلوه قوي دي. دول ما كانش مستحيل العيشه، دول كانوا متضايقين من بعض، بس هم عندهم الغلطه الكلاسيكيه انه ما حدش فيهم بيكلم التاني يقول له هو متضايق منه في ايه. ف بالتبعيه بتحصل تراكمات، خصوصا انه احنا مش متعودين نتكلم على الحاجات الصغيره. يعني ما حدش بيقول لحد انت ما بتطبطبش عليا، انت ما بتاخدش بالك مني، انت ما بتقوليش كلمه حلوه، الحاجات دي احنا بنتكسف نقولها. بس بعد 25 سنه جواز الحاجه اللي قد كده بتبقى جبل. فهم حبوا يعبروا عن الزعل ده بانهم خدوا قرار الطلاق، لكن كان في ود وفي حب ما بينهم ظهر في المشاهد اللي حضرتك بتتكلمي عليها. لما كل واحد فيهم تنازل عن الغرور الشخصية أو الإيجو بتاعه وواجه نفسه، لأنه لا كل واحد ما قصر في حق التاني شوية. ده بيحط نور كده على مشكلة مهمة جدا احنا بنعاني منها كتير جدا في بيوتنا المصرية، فكرة يعني طول فترة الجواز، احنا بنتكلم 25 سنة، أدهم وياسمين متجوزين، وبالتالي المشاعر البسيطة جدا الجميلة جدا ما بين الطرفين دول بدأت تختفي. كل واحد مشغول بحياته، بيكون نفسه أكتر، بيثبت نفسه أكتر. قدرت إزاي توصل الرسالة دي أو المعنى ده للناس، إنه ممكن إن احنا نجدد من حياتنا بشكل مختلف، وإنه مؤسسة الجواز دي تستمر بشكل جيد وكويس للطرفين؟ احنا مشينا ورا المثل اللي بيوصف الجواز كأنه زرعة. الزرعة دي علشان تفضل، لو هي شجرة عمرها 25 سنة هي محتاجة تتروي بشكل أو بآخر في خلال ال 25 سنة دول. لو توقف الري بتاع الزرعة دي عاجلا أو آجل هتموت. الناس كلها بتتبسط بالزرعة والشجرة بتكبر، وبعدين بعد اكتمالها الناس بتنسى. فده كنا بنحاول نعمل بس ريمايندر كده، نذكر الناس ازاي جددوا حياتهم هما الاثنين مع بعض. ازاي جددوا حياتهم هما الاثنين مع بعض؟ ده لازم، وده هيجي من الكلمه الحلوه او الكلمه الطيبه اللي ما بينهم، اللي هي ممكن تداوي حاجات كتير. يعني نشأت، خليني اقول ان انت من القليلين قوي في مجال الاعلام اللي عرفوا انه يجمعوا ما بين الاعلام والفن. ازاي كل واحد في شخصيتك اثر في التاني؟ يعني انت النهارده وانت بتعمل دور مذيعه، هل استحضرت شويه من نشأت المذيعه؟ الموضوع بالنسبه لك كان صعب انك مثلا تعمل دور مذيعه مختلف عنك تماما، ولا سهل شويه؟ ازاي كل واحد اثر في التاني؟
بصي هو غالبا لان فكره التمثيل كانت جايه ما قبل الاعلام. يعني انت من زمان عايز تمثل؟ انا خريج مركز الابداع الفني عند استاذ خالد جلال، الدفعه الاشهر اللي هي دفعه قهوه ساده. واستاذ خالد هو يعني من هو استاذي طبعا، واستاذ جيل كبير جدا مننا، محمد فراج، محمد ثروت، هشام اسماعيل، اسماء مهمه جدا في الساحه دلوقتي، محمد ممدوح تايسون، محمد سلام، بيومي فؤاد، يعني المجموعه الكبيره دي كلها كلنا تخرجنا من عند الاستاذ خالد جلال. في 2011 لما جالي تليفون ان انا ابقى مذيع راديو، وبعدين انا اتخضيت من الفكره لان انا ممثل وبعمل مسرح وحاجات كده، فمن هنا دخلت مجال الاعلام. ما بيأثرش فيا لان او انا ما بستحضرش دور المذيع، انا بستحضر اي دور لان الاصل عندي كان التمثيل. نعم بقالي 12 سنه دلوقتي او اكتر في مجال الاعلام، وبحبه جدا جدا، وهو المجال تقريبا اللي انا بس انت من انجح مذيعين الراديو، يعني دايما خليك. ادواتك كمذيع راديو كلها حاضره وموجوده بشكل مختلف، وفي جمهور كبير بتعلق بيك الحمد لله كمذيع. طبعا الحمد لله، ولكن بيظل الحلم الاكبر بالنسبه لي هو التمثيل. فكره التمثيل. لكن الراديو والاعلام بشكل خاص كده هو جزء من تكويني كله. هو اللي ساعد الناس، يعني اتعرفت عند الناس اكتر على فكره عن طريق الاعلام طبعا اكتر من التمثيل شويه. ولكن لما انا باخد شخصيه زي اي شخصيه، يعني انا لعبت في الثلاث مسلسلات مع الاستاذ طارق او غيرهم، كلها شخصيات مختلفه، فبيبقى نابع من الفكره اللي انا عملتها في قهوه ساده، او التدريب اللي انا اتدربته، او بكوني في الاصل ممثل. يعني هي مدرسه كبيره خالد جلال طبعا. يعني انت دايما بتفتخر حتى واحنا بنتكلم مع بعض في اي مكان انك انت ابن خالد جلال. مدرسه أكيد. قدمت فعلا للساحه الفنيه عدد كبير جدا من الممثلين. طبعا استاذ طارق، مسلسل 15 حلقه وفكره الايقاع السريع، لانه مهم جدا دلوقتي انه المشاهد يتلقى كده زي ما بيقولوا الجرعه الدراميه بشكل مكثف، بعيدا عن التطويل او اللونجير بلغه اهل الدراما. يعني كان تحدي قدامك ازاي ان انت تكثف الاحداث وتمسك الخيوط الشخصيات بشكل يخلي المشاهد يلحقك في كل حلقه؟ زي ما قلت لحضرتك، الاساس بيبتدي من الكتابه. العمل ده كان مكتوب 20 حلقه في البدايه، وبعدين تم اختصارهم ل 15 لما بقينا في موسم رمضان، لانه الموسم الرمضاني 20 ما تنفعش فيه. فكان عندنا فرصة نضغط الزمن ونضغط الأحداث أكتر، وده كان أفيد بكتير للعمل. هي الفكرة إنه في جزء من المونتاج في الواقع بيحصل على الورق، مش بس في أوضة المونتاج. اللي هو حضرتك بتقول عليه إن إحنا ما بنطولش في الأحداث وما بنحكيش الحدث في فترة زمنية طويلة ما دام مش محتاج. فده كان أفيد طبعا، ده بيعمل إيقاع أفضل كتير وبيخلي اللي بيتفرج ما يملش. طب كلمنا بقى عن الكرو والهارموني. يعني شفت الهارموني ما بين، دايما لما يبقى فيه هارموني حلو ما بين الممثلين بيطلع العمل شكله كويس. وكتير كنا بنسمع لما يبقى فيه خلافات يمكن بين الممثلين لما بيطلعوا بعد كده بقى بيقولوا في البرامج فبيبان في العمل. فواضح انه الهارموني كويسة قوي ما بين كل الكرو. شفت ده ازاي؟ الدنيا كانت عاملة ازاي؟ نشأة تعبك ولا لا؟ يعني احكي لنا. جدا بالنظارة بتاعت تعبت. يعني هي النظارة طبعا أول حاجة النظارة تعبت. أنا يعني محظوظ جدا في العمل ده، يعني هو اسمه بقينا اتنين، وأنا كان عندي رقم اتنين كتير في العمل. هو ده تاني عمل ليا مع كي ميديا الشركة المنتجة، أستاذ كريم أبو ذكري. فده كان شيء مفيد إن احنا فاهمين بعض وعارفين كمية بعض وعارفين طريقة شغل بعض. كان العمل رقم اتنين ما بيني وما بين أستاذ شريف منير، كنا اشتغلنا إيجار قديم مع بعض قبل كده، فده برضو كان عامل تفاهم كويس. كان رقم اتنين في الشغل ما بيني وما بين رانيا يوسف، كنا اشتغلنا مع بعض سبع أرواح قبل كده. والعمل رقم اتنين مع أستاذة ميمي جمال، فبرضو كنت حاسس ان انا يعني راجع للعيلة. انا الوحيد اللي كنت رقم ثلاثة. متميز دايما. فده كان مسهل حاجات كتير، لانه كنا خارجين بعلاقات طيبة وكويسة من الاعمال اللي قبل كده. كمان كنا فاهمين طريقة شغل بعض، ما كانتش غريبة علينا. زي ما حضرتك بتقولي، الهارموني دي مهمة، لانه ما بيبقاش في مجهود رايح في ان احنا
نفهم بعض حاجات المفروض تكون مفهومة بطبيعتها أو نحل أزمات، أو بالعكس المجهود كله رايح للشغل نفسه. تمام. طب نروح ليوسف عثمان معانا على الهواء دلوقتي، الفنان يوسف عثمان، نقول له صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور. ألف مبروك دورك في بقينا اتنين. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. طبعا صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وانا بصراحة يعني مبسوط بالتليفون ده، لان انا كان نفسي فعلا اعيد على أستاذ طارق. انا عايز اقول بس حاجة، انه في مخرجين قليلين اللي ممكن يحطوا ثقتهم بجد في الممثل ويدوله الثقة كده مع التوجيه، مع انه عينه معايا على طول. انا دي حاجة بقدرها جدا، ودي حاجة انا يعني بجد هفضل فاكرها وبحترمها وشايلها أستاذ طارق. انا ده كان اول تعامل بيني وبينه في المسلسل، وقد ايه قد ايه استغربت، لان هو شخصيه في منتهى الذوق على المستوى الانساني، منتهى الذوق ومنتهى الاحترام، وكمخرج في منتهى الاحترافيه. ودي حاجه ريحتني جدا وبسطتني جدا وساعدتني جدا. وارجع واقول تاني، طبعا استاذ طارق هو اللي يقدر يحكي الموقف بكل كواليسه. الثقه اللي هو ادهالي هو استاذ كريم ابو ذكري، ان هم يدوني الثقه ان انا اعمل شخصيه سيف. دي حاجه انا يعني مبسوط بيها جدا وبشكرهم عليها جدا جدا يعني. طيب يوسف، طبعا انت بالنسبه لنا يعني ما ننساش ابدا دورك وانت لسه طفل صغير السيمة. فبحب السيما ليه النهارده بنشوفك ما شاء الله نجم كبير. احكي لنا عن سيف وعن شخصيه سيف في بقينا اتنين، والتغير الكبير اللي حصل في حياتك كممثل، من ممثل لسه صغير جدا في السن لممثل النهارده ما شاء الله متمكن. هي شخصية سيف عشان هي شخصية يعني كوميدية جدا من المقام الأول، ليها طبعا طابع رومانسي مع شخصية ريم اللي بتقوم بدورها نانسي. بس في الآخر في الطابع الغالب عليها الكوميدي، اللي لازم يبقى فيه تايمينج مظبوط وحس مظبوط. والكوميديا صعبة جدا، وصعبة انها تتعمل مع نجم زي أستاذ شريف منير، مع نجم زي أستاذ رانيا يوسف، وظبط ده لأن في ديناميكية معينة، انه لازم يبقى الموقف ماشي بيضحك، ولو في إفيه هيتقال ما يبقاش تقيل ويبقى مناسب للمشهد. فده مش هينفع. ممكن انا كممثل في نص معايا في موقف يضحك جدا بس انا ما اعرفش اديه، او العكس يبقى انا كممثل بأضيف حاجه بس النص ما يستحملوش، او انا بعملها بطريقه زياده، او بقول حاجه ما تناسبش المشهد او كده. ودايما استاذ طارق كان هو اللي بيظبط ده الميزان لده. وده اللي كنت بقوله، ان هو قد ايه كان عارف يتعامل معايا، انه هنا ده ينفع هنا ده ما ينفعش، هنا ده مناسب هنا ده كتير هنا ده قليل. فده انا بالعكس انا احب ده جدا، وفي نفس الوقت ده ريحني جدا، لان انا عارف ان انا في حد شايفني من فوق بيلم ورايا الدنيا. انا اتبسطت جدا جدا بالدور ده، من اكتر الادوار اللي ارتحت وانا بعملها، حبيتها جدا. وحبيت كمان لما شفت الشغل وشفت المشاهد الكوميديه الكتيره اللي بيني وبين استاذ شريف منير، حقيقي حبيتها جدا يعني، واتبسطت منها. وجالي فيدباك عليها ان الناس بقت تقول لي طب ايه ده حلو ده يعني، عايزين نشوفك في الكوميدي ده اكتر كمان. ودي حاجه ده تحدي كمان انك تلعب الدور الكوميدي ده. يوسف كلمنا اكتر، لسه بنتكلم دلوقتي على الوقوف قدام شريف منير. شريف منير اسم كبير ويعني بطل ونجم كبير في الدراما المصريه. كلمنا بقى عن اجواء العمل، الوقوف قدام شريف منير، المساحه اللي بيديها لك ازاي. كمان هو حريص جدا واحنا عارفين كده، انه يدي مساحه كمان للممثل اللي قدامه انه يشتغل ويقدم اجمل ما عنده. انا عشان بحبه طبعا استاذ شريف منير جدا، بس بالذات كمان من المسرح، من مثلا مسرحيات زي الاباندا وزي كده اوكي، فانا بحب اتفرج عليه فيه كمان. لما ساعات الممثل في سيكونس كوميدي على المسرح في فصل معين او كده، بيبقى في المشهد ده هو اللي بيفرش قوي، هو الصداده للإفيه قوي، واوقات ثانيه هو اللي بيقول الإفيه، وتفاعل الممثل التاني معاه هو ده اللي يضحك. فانا كنت بحب اتفرج على ده وباخد بالي، عارف لما تبقى انت عارف حد وبتتفرج عليه كتير وعارف طريقته قبل ما تشتغل معاه. فلما تشتغل معاه انت عارف انت هنا ممكن تقول كذا فهو يقول كذا، او بالطريقه دي عشان هو دايما يبقى في رد فعل كذا يضحك لطيف. فدي حاجه ريحتني جدا برضه. وتاني ارجع واقول لولا استاذ طارق قد ايه سهل عليا، لان انا كنت انا داخل على اللوكيشن. اللوكيشن كان
كل الادوار متسكنه وانا من اواخر الناس اللي مضيت دوري، فكان اوريدي المجموعه كامله موجوده منهم كمان يعني او رؤساء الاقسام كلهم موجودين من الفعل المسلسل زي ما استاذ ساره اتكلم من ايجار قديم، الناس اشتغلت كلها مع بعض، ناس عارفه طريق الشغل بعض، فانا اللي داخل على المجموعه فقد ايه عارف زي ما لما لعيب كوره يمضي في نادي فيقول لك ازاي كلهم احتضنوه ودخلوه اوضه اللبس وسهلوا عليه التاقلم وكده، هو ده اللي حصل فعلا من اول يوم كمان. فدي حاجه بتريح، دي حاجه بتريح وبتسهل الدنيا لما تلاقي كل الناس في اللوكيشن، ما يعني ما فيش حد متنشن، ما فيش حد فيه مشكله، ما فيش حد حاجه، دي حاجه سهله قوي، وبتبين ان الناس دي كبيره وناس سويه وناس دي حاجه تبقى لطيفه جدا لواحد زي يعني دور سيف اللي كان بيحاول يرجع ادهم لياسمين دور لايت كوميدي كده لطيف قوي. حابب ان انت تعيد تاني تجربه اللايت كوميدي دي يا يوسف، انبسطت بيها؟ انا كمان عايزه بس اقول لك على حاجه يمكن انت ممكن ما تبقاش شايفها دلوقتي، انا عايزه اقول لك ان طول ما انت بتتكلم استاذ طارق على وشه علامه الفخر بيك، والله بتكلم بجد. فحابب ان انت تعيد تاني تجربه زي دي اللايت كوميدي دي يا يوسف، ولا حابب ان انت تعمل حاجة تانية بعد كده؟ عايز تعمل ايه؟ والله انا الحمد لله انا الواحد يعني دي حاجة الواحد بيتعلمها مع الوقت، ان هو كممثل ممكن هو يبقى حابب نوعية معينة من الادوار، بس الحب الجمهور او اختيار الجمهور ممكن يوديه في نوعية ادوار تانية. انا كنت بالعكس اول ما رجعت امثل تاني وانا كبير، ده كان 2013 مع استاذ خالد صالح الله يرحمه في مسلسل اسمه فرعون، وابتديت بعدها اعمل ادوار ما كانش فيها طابع الكوميديا خالص، وانا نفسي كنت بتعلم تاني واكني ببتدي تاني من الاول، وما كنتش متخيل ان انا على قد ما كنت حابب ان انا العب ادوار كوميدي بس ما كنتش رايح في السكه دي، وما كانتش نوعيه الادوار دي بتشاف فيها، لحد ما ابتديت اعمل ادوار اخش في ادوار فيها حاجات دراما فيها حاجات رومانسيه، وانا عمري ما تخيلت انا ممكن حتى اعمل ادوار الرومانسيه دي، لحد ما ابتدت تجي لي نوعا ما ادوار لايت كوميدي وفي حاجات كوميدي صرف يعني زي ما بيقولوا. فبالعكس حابب ان انا اكمل في ده، بس ارجع واقول لك في يعني اخر عملين ثلاثه ليا ما كانوش كوميدي خالص. فبالعكس انا بحب التنويع ده، ولحد ما الجمهور يقول لا ده فلان احنا حابينك نشوفك كده في كل الادوار تلعب كوميدي وتلعب تراجيدي، ويعني دايما الممثل بيحاول في كل مره يعني في كل محطه يبقى بيتحدى نفسه ويتحدى موهبته. بشكرك شكرا جزيلا، بقول لك مره ثانيه كل سنه وانت طيب يوسف عثمان الفنان المشارك في مسلسل بقينا اتنين، ونرجع مره ثانيه لضيوفنا الكرام المخرج طارق رفعت والممثل والمبدع والمذيع محمد نشأت، ومن الاسم كمان مهم جدا. انا عايز اعلق على يوسف عثمان تسمح لي؟ اتفضل. طب يوسف زي ما قال هو تم اختياره قبل التصوير بفتره قصيره جدا، وبعدين ما كناش عارفين بعض من قبل كده، وابتدينا نشتغل اول يوم، وبعدين اكتشفت ان هو ممثل محير جدا جدا، لانه تشرحي له المطلوب والحاجات فبيقول اوكي وتمام وبتاع، وبعدين بنعمل بروفا يوسف عنده رد فعل ما تقدرش تقراه قوي في البروفا، وخصوصا انا لسه مش عارف مفاتيحه ومش عارفه كمان على المستوى الشخصي، وبعدين يخش يعمل مشهد بالظبط مظبوط بيركز قوي في الكلام بالملي، والإفيه في مكانه والقدر المطلوب وكل حاجه، فانا اخدت وقت شويه علشان اقدر استوعب ردود فعله وطريقه ما بيركز في البروفا، لكن هو الحقيقه شخص وممثل ذكي جدا جدا، وانا يعني اتمنى ان يبقى عنده مستقبل يعني اعظم بكتير من اللي هو فيه دلوقتي. لا يعني ان شاء الله اكيد هنشوفه في ادوار اكتر واكتر. استاذ طارق يعني خليني اسالك عن مش الممثل لكن الشخصيه اللي بالنسبه لك كانت مركبه ومتعبه في المسلسل، يعني وانت بتقرا كده الشخصيات وبتفرغ كده المشاهد قلت الشخصيه دي حسيتها هتبقى تعباك شويه، تفاصيلها كتير. يعني بطبيعة الحال البطل والبطلة علشان عندهم مشاهد كتير جوانب أدهم تبدو تراجيدي على الورق والمفروض تبقى لايت كوميدي في الأداء،
من غير ما الكوميدي يتبوظ الحالة التراجيدية الموجودة. ده كان محتاج شوية تفكير وشوية شغل نشتغلهم مع بعض. وكان عندي شخصية كنت بحبها وكانت مش متعبة بس كانت محتاجة تفكير شوية، اللي هي شخصية الجد اللي هو أستاذ عزت زين، اللي هو كان راجل متصابي أو مش عايش سنه يعني زي ما بنقول. ما كانتش متعبة بس بالعكس كانت محمسة للتفكير والخلق مواقف وحالات يكون موجود فيها يعني. جميل. كنت لسه عايز اسال قبل ما بسان تسال فكره الاسم كمان، يعني حتى تحيه هنا للكاتبه اماني التونسي. بقينا اتنين، احنا في الاصل دايما اول ما حد بيتجوز يبقى واحد، بقينا واحد، وهو في نهايه المسلسل في الحلقه الاخيره ادهم وياسمين بيرجعوا مره تانية وبيبقوا واحد، يعني بالزبط. الاسم كمان ليه دلاله ويشد، بقينا اتنين. احنا بنتكلم دايما، احنا بنقول احنا بنقول كلمة واحدة تعني أكتر من شخص، تعني شخصين طول ما العلاقة كويسة. فبنقول إحنا هنروح، إحنا هنعمل، إحنا هنبني، إحنا هنخلف كده. لما العلاقة بتختلف بيبقى فيه أنا وإنتي، وبنبتدي نستعمل ألفاظ مفردة تدل على إنه ما بقيناش واحد، بقينا شخصين غير بعض. نشأت، خليني أسألك، هل الممثل لازم يحب الشخصية اللي بيمثلها حتى لو هو ضد أفكاره، ولا ممكن الشخصية تبقى مستفزاك وبرضه تدخل تمثل عادي خالص؟ يعني لازم تتعاطف مع الشخصية ولا لا؟ حالياً الممثل ياكل عيش وخلاص ويشتغل. والله العظيم اسمعي مني اللي بقوله. لازم يحبها، لازم يحبها ويشتغلها، مش جنبه كده بيننا وبين بعض مش قدامه. والله حالياً الممثل يعمل كده. هو على حسب المراحل، يعني في فترة انت هتعملي فعلا اي حاجة هتجيلك، انت عايزة تشتغلي، عايزة تنتشري، عايزة تعملي اي حاجة. في فترة هتبقى انت حاسة ان في دور ممكن يخليكي ما تمثليش تاني خالص، وحش قوي مش هتعرفي تعملي خالص يعني. لكن مهم ان انت تذاكري الدور. انا بشوف ان الممثل يقدر يعمل دور حلو من اي مكان، عدد المشاهد، عدد حجمه في الدور، هو ممثل يعني مشخصاتي يعني هيقدر يعمل. لا بس انت كنت لسه بتتكلم عن حب الترند وانه الشخصيه كانت مستفزاك، هل الممثل لازم يتعاطف مع الشخصيه تشوف هو ليه بيتصرف بالطريقه دي؟ حضرتك ما تصدقيهوش، لان هو كان يعني بيقول الكلام ده بس بيروح يدور على تفاصيل الشخصيه ويلاقي نظاره ويلاقي طريقه لبس ويلاقي افيهات للشخصيه يعني وبيبني ده. شوف عينك برضو على نماذج ممكن تشوفها تلقط من طبعًا. هنا حاجه تلقط من هنا حاجه. بس انا قصدي ده يعني مهم جدا يبقى عند الممثل مع اي شخصيه بيعملها، حتى لو الشخصيه مش عامله له حاله الاستفزاز انه يطلع كل اللي عنده يعني. لكن مهما كان هو لازم يدور على كل تفاصيلها بالظبط، يذاكرها بالظبط، يطلع لبسها بالظبط، شكلها بالظبط. كنت دايما قبل ما اروح اصور مشهد فاقول، انا كان عندي مشاهد كتيره مع يوسف، ويوسف بالمناسبه يعني من الممثلين اللي انا انبسطت قوي بالشغل معاه قوي. ف لو انا هخش هسلم على يوسف فهسلم عليه كده، غير لما يحيى ده هيخش يسلم عليه هيبقى عايز في دماغه حاجه تانية. التفاصيل الصغيره دي من الشكل الخارجي ومن الحاجات اللي بنعملها جوه ومن القرايه ومن الحفظ. لان بقى عندي مشكله كمان اني بلاقي فجاه في ممثلين كتيره ما بيبقوش حافظين. ده ما حصلش معانا في المسلسل خالص الحقيقه، لكن في حاجات قبل كده رقم واحد لو الممثل مش حافظ دوره مش هيقدر يعمل اي حاجه خالص. لازم يحفظ الدور، لما الكلام يبقى سهل اي حاجه هتركبيها على الكلام بعد كده هيبقى سهل. بيحصل كمان بروفه الترابيزه دي مهمه جدا، بروفه ما قبل العمل والتحضير والقعده، وكل واحد يمسك خيط الشخصيه بشكل طبعا. مهم. نشأة ابن مسرح، يعني انت بدايتك وزي ما اتكلمنا المركز الابداع الفني اللي هو المصنع اللي قدم لنا الاستاذ خالد جلال عدد كبير جدا من الاصوات المهمه جدا في الساحه الفنيه. ممثل المسرح فاد محمد نشأة ازاي وهو بيشتغل تلفزيون بيشتغل دراما؟ المسرح فادك ازاي؟ والله فادني طبعا في يعني كل حاجه. انا عملت اكتر من 45 عمل مسرحي ما بين تمثيل وما بين اخراج. فادني في العمل الاذاعي كمان، الصوت والاداء والمقابله مع الجمهور.
احنا بنشتغل هوا قدام جمهور. علمك مذيع الراديو ده صعب جدا انك دايما دماغك تبقى حاضره وصوتك بيعبر، حتى لو انت متضايق انت صوتك بيعبر طبعا. دايما انك مبسوط والناس لازم تبقى تحطهم في مود حلو وهم بيسمعوك، دي حاجه صعبه جدا طبعا. صعبه وهي اشبه بلعبه المسرح فعلا. انت قدام مجموعه من الجمهور صحيح، مطالبه بشكل او باخر ان انت تأدي وظيفه ايا ما كان حالتك عامله ازاي، ما فيهاش رجعة يعني زي الهوا برضو في التلفزيون، ولكن يمكن الراديو بيبقى شوية محتاج تأثير أكتر لأنك بتأثر بصوتك بس كمان طبعا بس. في شوية عوامل مساعدة كتير. فالمسرح فاد في كل حاجة، سواء في الإذاعة سواء في البرامج التلفزيونية اللي قدمتها، سواء طبعا في التمثيل في الدراما أو السينما أو الحاجات اللي زي كده. المسرح زي ما بيقولوا كده هو دايما الأساس. بيختلف شوية بقى، بتبقى فيه شطارة ممثل انه يقدر، بس هو بيدي الاساس للممثل، يدي اساس طبعا القماشة الواسعة انه هو الاساس طبعا. لكن بعد شوية بيبقى فيه فرق ما بين الاداء الدرامي والاداء السينمائي والاداء المسرحي التلفزيوني، فيبقى محتاج بس البوصلة دي تتظبط مع الممثل شوية. استاذ طارق عايز اروح لك على نقطة مهمة جدا، التتر. التتر كمان احنا سمعنا صوت جنات رائع جدا، عظيمة، جميلة جدا. الاختيار الجنات والتتر، الحقيقة الاختيار ده اختيار أستاذ كريم أبو ذكري. احنا كان عندنا اختيارات كتير وطبعا كان في منهم أساتذة محترمين وشاطرين جدا وكل حاجة، بس تم الاستقرار على جنات وصوتها يعني تعلم مع الناس بشكل رهيب. هي صوتها دافي وحنين طبعا، من الفنانات اللي فعلا صوتها الأوديو مختلف، حاجة تانية خالص. طيب انا برضو مش عايزة نخلص كلامنا من غير ما نتكلم عن فنان كبير زي شريف منير وفنانة كبيرة زي رانيا يوسف، التعامل معاهم كان عامل ازاي، قرايتهم للشخصية. هل النهاردة فنان يعني لما فنان كبير زي شريف منير عنده دايما رؤية وعنده دايما وجهة نظر في موضوعات بتهم المجتمع، موضوع زي ده هو كان رؤيته ليه ازاي؟ في كذا نقطة. أولا استقباله للعمل، يعني هو العمل ده كان قائم ما بيننا من رمضان مش ده اللي قبله، ابتدينا نتكلم فيه، فهو كلنا اشتغلنا عليه بشكل يخلي ناس أو يخلينا نعرف نتعامل مع قضية الطلاق، نحافظ على الجو العام لللايت كوميدي، لان طبعا مواضيع الطلاق بتشد الناس طبيعي للناحيه الكئيبه والتراجيديه. فهو كان عنده تفهم كبير للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اولا، وكمان للشخصيه او ملامح الشخصيه اللي هو بيلعبها. شريف ورانيا عندهم خبره حياتيه غير الخبره الفنيه طبعا، عندهم خبرة حياتية طويلة وناس احتكت بمواقف كتير وناس ويمكن مروا بنفس الظروف فده بيخلي الناس عايزة تنقل أفضل ما في خبرتها أو كل اللي يقدروا عليه للناس لو ده هيفيدهم. وكان من ضمنه يعني نقطة لو تسمحيلي، اتفضل. طبعا الدكتور النفسي اللي قام بدوره أستاذ نبيل علي ماهر، هي كانت محاولة مننا كلنا ان يبقى الناس تاخد بالها انه لو عندك مشكلة مفيش حرج انك تطلب مساعدة، محتاجين نغير الثقافة دي حتى عند الناس. المشكلة النفسية زي المشكلة الصحية بالظبط، كلنا ما بنكسبش نروح لدكتور لو عندنا شيء عضوي. الشيء النفسي نفس الحكاية، لو طلبت المساعدة هتنقذ نفسك وغيرك وعيلة بحالها. ممكن نشوف جزء تاني لبقينا اتنين السنة اللي جاية؟ ما احنا اتسألنا نفس السؤال في إيجار قديم. احنا يعني قصة ممكن بنفضل ان يبقى في جديد، يعني اتمنى انه لو ده يكون عجبكم يبقى نقدر نعمل حاجة جديدة تعجبكم برضه. نشأة الإعلامي شايف أهمية القوى الناعمة في مناقشة قضايا هامة بتهم المجتمع زي الطلاق، أهمية طرح ده في مسلسلات ومعالجتها ايه؟ ما عندناش أهم منها. ما عندناش يعني الدولة بتشتغل على ده كويس قوي، لأن الحقيقة هي اكتشفت إن فعلا ما عندناش أهم من قوتنا الناعمة.
قوتنا الناعمة لازم تبقى رقم واحد، ولازم يبقى الاهتمام بيها رقم واحد، سواء إعلام سواء فن سواء صحافة سواء مواقع، كل الكلام ده ما عندناش غيرها في الوقت الحالي، في الشكل الحالي للعالم كله، في التغيرات اللي بتحصل في الدنيا كلها، هي أهم شيء. ولو إحنا مهتمين بيها بشكل كبير جدا، لازم يبقى كبير جدا 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 جدا، لأن هو اللي بيعرف يأثر على أولادنا، هو اللي بيعرف يأثر على حياتنا، هو اللي بيعرف يعمل كل التغييرات اللي ممكن تحصل في دماغ أي بني أدمين. وعايز بس أرجع للنقطة عند الأستاذ شريف منير، أنا كلمت أستاذ طارق بعد أول حلقة، كلمته بالليل وأنا فاكر المكالمة دي جدا، لما اتفرجت على أول حلقة من المسلسل يوم 16 رمضان، قلت له الجيل ده بتاع شريف منير، طارق لطفي، كريم عبد العزيز، الجيل ده جيل مختلف قوي. الناس دي بتشتغل الشغلانة دي بمهنية جدا، بحب قوي، بمساعدة لكل الناس اللي حواليها جدا جدا، غيرنا يعني. عارفة انتي برضو او الاجيال الجديدة اللي طالعة او الجيل اللي بعدهم او اللي بعدهم بشوية، حتى لو هم سوبر ستار او حتى لو هم مهمين جدا، سيبقى الجيل ده جيل محترم قوي، جيل عمل حاجات كبيرة قوي، لما تشتغلي معاه وتحتكي معاه وتشوفيهم وهم في كواليسهم بيعملوا ايه، فلازم يطلعوا على الشاشه بالشكل المميز. احكي لنا في كواليسهم بيعملوا ايه بسرعه، قول لنا. هايلين جدا جدا، بيقعدوا مع الناس كلهم. انا هقول لك على سر. قول يا ريت. كل الممثلين في اليوم الاول للعمل كانوا جايين، كلهم بلا استثناء كانوا جايين متاكدين جدا ان ده شكل وملامح الشخصيه اللي هم محتاجين يعملوها. جميل. الوحيد اللي ما كانش متاكد، واول مره بحكي ده، يمكن في ناس في كتير في الكرو ما عرفوش، الوحيد اللي ما كانش متاكد كان استاذ شريف منير. الوحيد اللي كان شاكك هل ده شكل الشخصيه وملامحها ولا لا كان شريف منير. وكان بيسال كتير وبيطمن كتير. متهيألي ده من الحاجات اللي تخليه مختلف. طبعا طبعا. احنا وصلنا لاخر الفقره، كان عندنا اسئله كتيره جدا، نورتونا وشرفتونا، ونشأة ان شاء الله نشوفك في ادوار احسن واجمل. انا عارف ان نشأة حلم حياته يمثل بليغ حمدي. هيجي يوم السنه الجايه كده نشوف محمد نشأت وهو بيجسد شخصيه الموسيقار بليغ حمدي. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم جدا جدا، ويعني زملائي واصدقائي، وببقى فخور بيكم طول الوقت بكل الشكر جدا. نشأت دايما مبدع ومتالق. بنشكر استاذ طارق رفعت المخرج الجميل على العمل الحلو ده، وفي انتظار ان شاء الله اعمال اجمل واجمل. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. وانت طيب وبصحة. نشكركم مرة تانية مشاهدينا، فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معنا.